الذي جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا وجعله أول بيت وضع على الناس. قال تعالى أن أول بيت وضع على الناس الذي ببكة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله، هذا عمر ذيبان يحييكم فأهلا بكم. في هذه القصة سنتناول الملك عبد العزيز مع محمد رشيد رضا. جرت بينهم مراسلات، وكان محمد رشيد رضا عاصر تلك الفترة التي مر فيها الملك عبد العزيز بحروبه وتوحيد المملكة. فكيف وصف الملك عبد العزيز وما الذي دار بينهما؟ دعونا في هذه الحلقة نتعرف على قصة الملك عبد العزيز مع محمد رشيد رضا، فأهلا بكم. في البداية دعونا نتعرف على محمد رشيد رضا. من هو محمد رشيد رضا؟ هو محمد بن رشيد علي رضا الحسيني. ولد محمد رشيد رضا عام 1282 اللي هو الموافق 1865 ميلادي. ولد في القلمون في لبنان، وكانت تسمى قديما بسوريا، يعني كانت سوريا ولبنان يسمون القطاع كامل سوريا. ثم نشأ وتعلم على يد أبيه، ثم برع في العلم فأصبح من أهم العلماء. بعد ذلك بدأ ينشر ويكتب ويتعلم، يعني عنده مؤلفات كثير، ونشر مجموعة من المؤلفات من ضمنها مجلة المنار، المجلة المشهورة التي ذاع صيتها في العالم الإسلامي حتى أنها وصلت إلى الصين وإلى جنوب أفريقيا، وعمل عنها دراسات حاليا في الدكتوراه وغيرها من الرسائل تتكلم عن أثرها وتأثيرها على العالم الإسلامي في تلك الفترة. لماذا سمى المجلة بمجلة المنار؟ وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: إن للإسلام ضوءا ومنارا كمنار الطرق. لذلك اختار المنار عنوانا لهذه المجلة، وكان يعني لها تأثير كبير في العالم الإسلامي. كان عنده نشاط منقطع النظير، كان محب لمسألة وحدة المسلمين والعالم الإسلامي، حيث أنه عاش في فترة صعبة جدا، وهذه الفترة انحلال المسلمين وسقوطهم، عدم توحد العرب على كلمة واحدة، والحرب العالمية الأولى، كل هذه مرحلة كان يشهدها محمد رشيد رضا، وكان لديه اهتمام عالي، وكانت كتاباته مؤثرة، لذلك كان له دور كبير في التأثير في العالم الإسلامي. في هذه الفترة بدأت مرحلة أتركت الأمور، يعني أنها تتجه الأمور لمسألة القومية التركية ونفي العرب، جعل اللغة التركية هي السائدة، وكل شيء يتجه للمنحنى التركي، مع طبعا ظهور أتاتورك وغيره من دعاة القومية التركية. لذلك ظهر محمد رشيد رضا وكان يدافع عن العربية وعن المسلمين. في أحد السنوات صدر الدستور العثماني، فذهب محمد رشيد رضا وكان معترض على هذا، وذكر أنه لازم يكون الدستور مستوحى من القرآن الكريم. لذلك ألقى خطبة في سوريا، فبعد أن أنهى الخطبة ثاروا عليه بعض القوميين وكادوا أن يقتلونه. لذلك انتقل إلى مصر وبدأ يعمل بطريقة أخرى عن طريق الكتابة في مجلة المنار. مجلة المنار منها تقريبا 34 مجلد، وقد كتب فيها وأرخ جميع الأحداث التي دارت في ذلك الزمان. عندما نشأ هو يقول محمد رشيد رضا، يقول: تأثرت بالدعاية العثمانية التركية، وكانوا من القرن الثالث عشر وهم ينشرون دعاية أن الوهابين، طبعا بالنسبة لمحمد بن عبد الوهاب، ليش يقول الوهابين؟ لمحاولة ذمهم، فيستخدمون كلمة الوهابين، مع أن محمد بن عبد الوهاب ما ذكر الوهابي، ودائما ما يذكر الكتاب والسنة، ولكن يصفونهم بالوهابية حتى يذكرون أنها فرقة مبتدعة خارجة عن النهج القويم. يقول محمد رشيد رضا، يقول: أنا تأثرت بهذه الفكرة وأخذت الأمر كما هو، وظللت على أن هذه فرقة ضالة مضلة، وأنها نشأت في الجزيرة العربية، وكان هذا هو التصور الأساسي عندي. بعد ذلك، بعد ما بدأت أقرأ وأطلع، تغيرت عندي هذه الفكرة. من اللي غير الفكرة لمحمد رشيد رضا كما يكتب هو في مجلة المنار؟ يقول: بل كنا نصدق الدعاية التركية التي أذيعت في العالم الإسلامي منذ القرن الثالث عشر للهجرة النبوية، وجددها السلطان عبد الحميد منذ أوائل القرن الرابع عشر لأسباب سياسية، من أن الوهابية فرقة مبتدعة
معادية للسنة وأهلها. أول رجل سمعت منه أن هؤلاء الوهابية قوم مصلحون وأرادوا إعادة هداية الإسلام إلى عهدها الأول، وأنه كان يرجى أن يجددوا مجد الإسلام والعرب، هو محمد مسعود بك المصري الكاتب المشهور. ثم قرأت ما كتبه في نشأتهم مؤرخ عصر ظهورهم الشيخ عبد الرحمن الجبرتي الأزهري، ثم ما كتبه محمود فهمي المهندس. فلما بدأ يطلع وجد أن هذه دعاية كاذبة ومغرضة، وأن أصلا كل ما كتب عنهم هو دعاية سياسية من أجل إسقاطهم وتشويه سمعتهم. طبعا أغلب كلامي سيكون من كلام محمد رشيد رضا من مجلة المنار، يعني في الغالب هي اقتباسات من كلامي. يقول: فظهر شاب قوي صاحب عزيمة وإرادة وفتح الرياض وعمره تقريبا 25 سنة، وهو الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. يقول: كان في الرياض واستطاع أن يعني يثبت مسائل الحكم في الرياض، ولكن يقول هو يعني محمد رشيد رضا من فكره أنه ما تستطيع أن تؤثر أو تغير إذا كان عندك نطاق صغير جدا، فلا بد أن الجزيرة العربية تكون كلها موحدة، إما أن يتفقوا بينهم الأمراء أو تكون تحت قيادة رجل واحد حتى يستطيعون أن يردوا الخطر. الحرب العالمية الأولى كانت قائمة، البريطانيين والفرنسيين، الفرنسيين احتلوا سوريا وجميع الدول العربية مهددة، لذلك كان لابد من وجود أمير قوي يستطيع أن يرد على هذه الانتهاكات لهذه الدول. لذلك كان يخاطب ويرسل للأمراء، يقول: فما نهض لنصرة الإسلام والعرب إلا الملك عبد العزيز. يقول بدأ يراسله وكان يستجيب له، وكان يحمل نفس الهم، هم العودة الإسلام والعرب لمجدهم ولقوتهم. لذلك بدأ يراسله، فكان في مراسلات بين الملك عبد العزيز ومحمد رشيد رضا، ووضح له المنهج، لأنه يعني بعض الأمور التي كانت تصل عنهم دعاية مغرضة، فكان يوضح له الملك عبد العزيز ما هو الهدف الذي من خلاله يتحرك. أرسل رسالة محمد رشيد رضا للملك عبد العزيز، وكان ينكر فيها بعض المسائل وكانت يعني غير صحيحة، فكتب له الملك عبد العزيز، وقد نشرها محمد رشيد في المنار. يقول: لولا علمنا بطيب نيتك وحرصك على العرب والمسلمين لكان منا رد غير هذا الرد الذي يصلك، لأنها كانت يعني أمر غير منطقي، وقال أن هذا لا يقبله أي مسلم. الملك عبد العزيز كان هدفه توحيد المسلمين، وكان يراسل الأمراء حتى أنهم يتوحدوا، لكن كانت قلوبهم شتى، لذلك قرر أن يوحد الجزيرة العربية. انطلق من الرياض وكان أميرا لها، كان يعني أميرا لها عام 1902 ميلادي الموافق 1319 هجري، بعد ذلك أصبح أمير نجد والحجاز، بعد ذلك سلطان نجد، ثم أصبح ملك الحجاز ونجد. وفي هذه المرحلة بدأ العالم الإسلامي يتحرك، لأن الآن وصل لمكة، وهنا بدأ يعني علماء العالم الإسلامي عندهم دعاية مغرضة، والوضع غير مطمئن، لذلك خافوا وقالوا: من هذا الرجل وكيف وصل وماذا يريد؟ هل يعني كان في دعاية تنشر بشكل مستمر لتشويه سمعة الملك عبد العزيز، وكذلك الدعوة الوهابية اللي هي دعوة للكتاب والسنة. فلما وصل لمكة ما دخلها الملك عبد العزيز، وانتظر حتى دخلها معتمرا. بعد ما دخل معتمر بدأ يبعد القبوريين ويهدم القبور التي كانوا يتقربون لها ويعبدونها، فبدأ يراسلونه، فكان إجابته واضحة وصريحة، قال: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. طبعا هذا الأمر أزعج الشيعة، وبدأوا في إيران يتحركون، لذلك كبار التجار في إيران بدأوا يدعون لأن يدخل المحتل النصراني مكة، وأرسلوا له رسائل، ومن ضمنهم كما يذكر محمد رشيد رضا يقول: فمنعت حكومة إيران رعاياها من أداء فريضة الحج، ثم بدأ بعض التجار الكبار في إيران بدعوة النصراني البريطاني لاحتلال مكة حتى ما يصل الملك عبد العزيز إلى مكة. فيقول: وتولى الإنفاق على الدعاية غني من أكبر أغنياء الشيعة، وهو محمد علي رجاء محمود أباد، ونصره في هذا العام السياسيان
الزعيمان شوكة علي ومحمد علي، ورئيس خدام الحرمين. كانوا يدعون بريطانيا النصرانية، يقولون احتلي مكة حتى ما يصل الملك عبد العزيز. لكن كان رد الملك عبد العزيز قوي واضح، فوصل إلى مكة وما أراق الدماء، وإنما حاصرها حتى استطاع أن يدخلها معتمرا. بعد ذلك انتقل إلى المدينة المنورة، فبدأ العلماء يراسلون، بدأت الدعاية تنتشر أن الملك عبد العزيز هدفه الوصول للمدينة وأن يهدم الروضة الشريفة. فأرسل رسالة عجيبة، رسالة من أجمل ما قرأت، ونشرت في مجلة المنار. يقول فيها: من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فقد تفاوضت أنا والوفد الهندي الموفد من جمعية الخلافة الهندية وجمعية العلماء في المسائل التي يهم المسلمين الاطلاع عليها. طبعا ذكر عدة أمور، وذكر أن هدفنا الإخلاص، ثم قال: وإني داحضا لما يفتريه أعداء الحق ونصراء الباطل مما يستغلون التفرقة بين المسلمين ويحاولون أن يطفئون نور الله بسعيهم الباطل للتمويه على قلوب السذج من المسلمين الذين يجهدون حقيقة ما نحن عليه. أعلن ما يأتي ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. طبعا ذكر عدة مسائل حتى وصل إلى مسألة المدينة المنورة. وإني أؤكد لكم القول إن المدينة المنورة لا تزال حرما آمنا لا يصلح أن يحدث فيها حدث من قتل أو سلب أو نهب، وصونا لشرفها اكتفيت بحصارها على ما في ذلك من طول وقت وخسائر مالية، وإني أستطيع بحول الله وقوته أن أفتحها في ساعة واحدة، ولكني حرصا على سلامة البلاد والعباد، وإني مشدد الأمر على الجنود ألا يهاجموا حرم المدينة بأي صورة ولا يدخلوها حتى يستسلم العدو، وأن ما فيها من المباني والمآثر يكون العمل فيها على ما تقدم في المادة السابقة. إن أعداءنا يشيعون أننا إذا استولينا على المدينة نهدم روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشا أن تحدث نفس مسلم بذلك. إني أفتديها بنفسي وولدي ومالي ورجالي، وإني لا أجد فرقا بين ما حرم الله ورسوله من حرم مكة والمدينة، فإنه صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتيها كما حرم سيدنا إبراهيم حرم مكة، وإنا نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كتبه في 28 ذي الحجة 1343. فكانوا يعني دائما ما يشيعون عن الملك عبد العزيز أنه هدفه ليس أنه يعني فرقة مبتدعة، هدفها إظهار شيء جديد في الدين، لذلك كان يدافع عنهم. ومحمد رشيد رضا لما عرف ذلك بدأ ينشر هذه المقالات في مجلة المنار، وكانت تصل إلى أقطار واسعة من العالم الإسلامي. ثم انتقل محمد رشيد رضا لمكة، ثم بدأ يتكلم عن الملك عبد العزيز ويصفه بأن هذا الرجل العظيم الذي استطاع أن يوحد المسلمين على كلمة واحدة حتى أصبحت لهم قوة وشوكة. فبدأ الأعداء محمد رشيد رضا يقول: أنت أصلا ما تكلمت إلا من أجل المال. ورد عليهم هو يقول: هذا الرجل يستحق أكثر مما ذكرت، ولولا خوف أن أوصف بالتملق أو حب التقرب للسلطان لذكرت فيه أكثر من ذلك، ولكني يعني كما يذكره يقول: أشهد الله على ما في قلبي وأن ما ذكرته هو الذي أقتنع به، وقد دعوت المسلمين والعالم الإسلامي وأمراء المسلمين إلى ما يعني إلى هذا الأمر قبل 25 سنة، وأنا ما زلت مستمرا عليه. فلما أتى رجل بطل شجاع استطاع أن ينهض بالأمة العربية والإسلامية، أبعد عنه وأتركه لوحده؟ يقول: هذا والله لا يكون من علوم يعني من أمور الرجال و مكارم الأخلاق. لذلك بدأ يدافع عن الملك عبد العزيز ويذكر مآثره، ويذكر عن محمد عبد الوهاب أنه ما يدعو إلا للحق وإلى الكتاب والسنة. يقول: وإنه لم تظلم طائفة من المسلمين في التاريخ بمثل ما ظلم به هؤلاء القوم. فيقول: فكفانا الله تعالى بهذا الرجل العظيم الذي أنقذ الحجاز وأمنه تأمينا لم يسبق له نظير إلا في صدر الإسلام، ثم ألف فيه المؤتمر الإسلامي العام، وقد كان هذا المؤتمر أهم مقاصد جمعيتنا هذه. فاستطاع الملك عبد العزيز أن يؤمن الحجاز. لما تستقرئ التاريخ كامل لن تجد مرحلة أمن فيها المؤتمر والحاج ومن يصل إلى مكة والمدينة
مثل هذا الزمن إلا في صدر الإسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين. فالأمان الذي وصل إليه هذا الأمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة ما وصل له أقرأ التاريخ تجد أنه ما الحجاج دائما ما يصلون إلى مكة، أو يصل قد تصيبهم أحيانا الأمراض، وقد يصيبهم الاعتداء على أموالهم وأنفسهم، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى كما يذكر محمد رشيد رضا هذا الرجل العظيم الذي استطاع بتوفيق الله أن يؤمن مكة والمدينة والحجاز وأن يجمع علماء العالم الإسلامي على قلب واحد. فاستمر محمد رشيد رضا في كتاباته في مجلة المنار حتى خرج لزيارة الأمير سعود في مصر، ثم عاد في سيارته، وهو في السيارة توفي فرحمه الله تعالى ورحم الملك عبد العزيز ذلك البطل الشجاع الذي استطاع أن يوحد الجزيرة العربية وأن يؤمن الحرمين الشريفين. في الختام أدام الله بقاءكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.